السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات رحلة لبنان. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو دوس زر اللايك. في رابع يوم لينا في لبنان كانت بداية اليوم بالتوجه لزيارة مغارة جعيطة. مغارة جعيطة واحدة من أشهر المزارات السياحية في لبنان واللي بنصحكم بيها. المغارة بتبعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة بيروت، وقريبة جدا من مدينة جونيا اللي كان فيها التلفريك واللي توجهنا لها بعد ما خلصنا زيارتنا المغارة الجعيطة. المغارة في منطقة اسمها وادي نهر الكلب بمنطقة الكسروان، ودي تابعة لمحافظة جبل لبنان. وبعد جولة قصيرة بالباص من بيروت كنا وصلنا لمدخل مغارة جعيطة. المغارة موجودة في حضن الجبل وما بين التلال والمرتفعات الخضراء الجميلة اللي ظاهرة قدامكم في الصورة. بتتوجه للمغارة عن طريق ركوب القطار السياحي اللي ظاهر قدامنا في الصورة. المغارة عبارة عن جزئين، المغارة العلوية والمغارة السفلية. تكلفة دخول مغارة جعيطة، تذكرة الدخول $9 لزيارة المغارتين العلوية والسفلية، وكمان شاملة القطار السياحي. وفي حاجة مهمة حابب ان انا الفت انتباهكم ليها، وهي ان التصوير غير مسموح به داخل مغارة جعيطة. فحاول على قدر الامكان لو انت عايز تتصور هناك ان انت تخبي الموبايل وانت داخل، يعني زي ما عملنا عشان نقدر ناخد صور جوه المغارة. بدأنا جولتنا بزيارة المغارة العلوية. أولا بالنسبة لمغارة جعيطة، هي عبارة عن كهف وتجاويف وسط الجبل اتكونت بفعل الطبيعة على مدار ملايين السنين. الكهف دوت فيه زي منحوتات طبيعية وأشكال كونتها الطبيعة بفعل المياه الكلسية اللي كانت بتتسرب إلى باطن الكهف. المغارة العلوية عبارة عن ممر، الممر دوت انت بتفضل ماشي فيه صعودا وبتتفرج على تكوينات الطبيعة، وبعد كده بعد ما بتخلص جولتك بترجع تاني الى باب المغارة وبتاخد الموبايل بتاعك. والفكرة في عدم السماح بالتصوير داخل المغارة، يمكن عشان هما كانوا بيقولوا ان التصوير وفلاش الموبايل وفلاش الكاميرات بيأثر على المنحوتات الطبيعية ديت وبيسبب يعني دمارها على فترات زمنية طويلة. وبعد ما خلصنا زيارتنا للمغارة العلوية توجهنا للمغارة السفلية. المغارة السفلية وهي الأجمل ما بين المغارتين، هي عبارة عن كهف في قاع الجبل. الكهف ده اترسبت فيه كل المياه اللي كانت بتسقط من المغارة العلوية وعملت زي بحيرة داخل الكهف. انت بتاخد مركب وبتفضل ماشي في البحيرة دي لغاية لما تخرج من الجهة المقابلة. طبعا مش عايز احكي لكم على مدى روعة وجمال الطبيعة في المغارة السفلية، خاصة انك واخد مركب وماشي وسط الكهف ووسط البحيرة. وطبعا للأسف برضو التصوير كان ممنوع هناك، فإحنا كنا بنصور خلص على قد ما نقدر. جماعة مغارة جعيطة واحدة من الحاجات اللي ما تتفوتش لو انت هتزور لبنان، بنصحكم بيها جدا 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 وريكومندد جدا لو انت جاي على لبنان. وبكده يكون انتهى الجزء الاول من الفيديو اللي بنتكلم فيه عن رابع يوم لينا في لبنان، واللي بدأناه بزيارة مغارة جعيطة. في الجزء الثاني احنا هنتكلم عن زيارة جونيا وتلفريك جونيا، وده حبيت ان انا اخصص له فيديو خاص بيه. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وضغط زر السبسكرايب، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.